بسم الله الرحمن الرحيم. نشكر جماهير النادي العربي ونشكر بالأخص أعضاء الجمعية العمومية على منح ثقة لقائمة أبناء النادي. نحن لا نمثل أبناء النادي فقط، نحن نمثل جميع العرباوية، الآن نمثل كلمة الجمهور العرباوي، نمثل مجلس إدارة النادي العربي في الهيئات الرياضية، في المحافل، في البطولات. انتهت الانتخابات، الانتخابات يوم انتهت النتائج الرسمية، يعني النتائج الرسمية 11 عضو مجلس إدارة حاليا يترأسون مجلس إدارة النادي العربي، فبالتالي كل الشكر لمنحنا هذا الثقة من قبل أعضاء الجمعية العمومية. أرد وأكرر وأقول الآن نحن في خدمة الجمهور النادي العربي، في خدمة محبين النادي العربي، كل من أعطى لنا الثقة نشكر لهم هذه الثقة والأمانة، كل من لم يمنحنا الثقة نقدر لهم احترامهم. هذه هي وجهة النظر، هذه هي الديمقراطية في دولة الكويت. عندما نقول الديمقراطية في البرلمان، الديمقراطية في التعاونيات، الآن الديمقراطية في الأندية الرياضية نطبقها، وهي سمة أساسية من سمات الدستور الكويتي تحت راية سيدي صاحب السمو أمير البلاد وولي عهد الأمين. نشكر باسمكم جميع العرباوية أو أعضاء الجمعية العمومية، وشكر خاص لحملتنا الانتخابية.